تفصيله عجبتني النهارده في التدريب هقولها للساده المشاهدين وهقولها لك انا كمان عشان انا بحضر تدريبات كتيره يعني ببص على تدريبات فرق كتير عاده يعني المدير الفني بيتواجد في جزء من التدريب في جزء ما في التدريب بس انا عايز اقول لحضراتكم مثلا الكابتن طارق العشري في كل تفصيله في المران حتى التسخين العادي هو الكابتن طارق العشري واقف وبيدي تعليمات حتى في ادق واقل التفاصيل طبعا عنده مساعدين اكفاء بس هو طول الوقت بكل تفصيله هو موجود دي ملحوظه انا لاحظتها حتى قلتها لزمايلي واحنا بنتكلم انا بهتم بادق التفاصيل وبتفرق معايا كتير جدا جدا لو تلاحظ يا كريم حتى في التفاصيل الصغيره داخل المباراه شوف مثلا الاوت بالظبط الاوت الهجومي بهتم بيه جدا جدا فده اللي احنا هننفذه الحاجه الثانيه انا من نوع المدربين اللي بيحاكي المباراه يعني اللي انا بمرنك عليه بطلبه منك في المباراه سواء على الصعيد التكتيكي والانتشار طريقه اللعب والاسلوب اللعب حتى في الكرات الثابته اللي انت شفتها في الوحدات ديت دفاعيا هجوميا مين هيقف هنا الترتيب ده كل دي تفاصيل انا بهتم بيها لان بتفرق معاك في الماتش وممكن ترجح كفتك وممكن تخسرك لو انت تهاونت فيها. طيب عاده كل الانديه بتبص على لاعيبه نادي الزمالك ولاعيبه النادي الاهلي اللي ممكن الاهلي والزمالك ما يحتاجوش ليهم في الفترات القادمه فرقتين بتوع بطولات عندهم لاعبين كبار وخبرات حتى الشباب بتوعهم شباب مميزين وبيشتغلوا بشكل كويس على عينك على حد في الزمالك او في النادي الاهلي ممكن يبقى موجود في يعني احنا فاتحين مجال في النادي الاهلي خاصه مع كريم الدبيسي لما النادي الاهلي يعني يخلص مع وادي دجله لعيب انا عارفه بشكل كويس جدا ممكن يضيف معانا ممكن اللي بلاقوش في النادي الاهلي في محمد محمود برضه من اللعيبه اللي عيننا عليها ممتاز برضه من اللعيبه اللي انا مرنتها في وادي دجله ما كنت في وادي دجله لعيب مش محظوظ في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي ممكن يلاقوا حظوظه معانا بشكل كويس جدا جدا ولعيب انا شايفه واعد برومسنج الفرصه اللي مش لاقيها في النادي الاهلي ممكن يلاقيها معانا وكمان يساعدني في تنفيذ المهام اللي انا بطلبها على صعيد نص الملعب ممتاز جدا دي حاجه كويسه ولكن في النادي بعدين ما تنساش الاثنين صغيرين يعني في السن صح وده يفرق معاك في المشروع بتاعك بس الاثنين دول هيجوا اعاره مفيش شك واعاره ده ضد الفكره بتاعت حضرتك شويه والله في اماكن انت بتحتاج فيها الاعاره يعني انا الاعاره هتلاقي حاجات محدوده مش كتير لكن يعني درجه الاهميه القصوى فقط لا غير